بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث إن شاء الله بإذن الله عن التايتل بار. التايتل بار ده يا جماعة واحد من ضمن الحاجات الجميلة جدا في فاونديشن فريم ورك، وهو اللي بيديني الابيليتي دي. يمكن نكون شفنا الثلاث شروط قبل كده ديت في يوتيوب، بحيث لما تضغط عليها بتبتدي تظهر لك القائمة دي. ده يا جماعة عبارة عن التايتل بار، وده التايتل بار هو ممكن يتحط لوحده ويتسلف كده من غير اي مشاكل يعني. لكن احنا في سيشن اليوم هنحاول نضمنه مع الاوف كانفاس منيو، بحيث ان الاثنين يظهروا مع بعض. فالمساله يعني محتاجه سنه التركيز، وان شاء الله باذن الله الامور هتمشي على مسار كويس. طيب بالنسبه للكود بتاعي ما فيهوش اي حاجه يعني غير الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه السيشن اللي فات. عندي ادي اول ديفيجن الاوف كانفاس، هو ما فيهوش اي داتا من اي نوع يعني. انا مش انا قصدي ان ما احطش فيه اي حاجه، بس هو ايه القايمه بتاعتي فاضيه ما فيهاش اي حاجه. وعندي في الاوف كانفاس كونتنت يا جماعه الزرار اللي ما اضغط عليه هيوديني للقايمه اللي ما فيهاش حاجه. ففي البريفيو بتاعي المفروض لما بضغط على الاوبن يوديني القايمه انا مش كاتب فيها حاجه. تمام جميل اوكي. هنحاول نستايل الكلام ده عشان يظهر بالشكل المناسب اللي هو كان خاص بالتايتل بار. طيب اوكي، بما اني انا ناوي ادمج ما بين تايتل بار وما بين اوف كانفاس، فعايز نقول ان بالظبط كده ان يا جماعه الكونتنت بتاعي الحاجات اللي انا راح احطها التايتل بار راح يتحط في الكونتنت، مش راح يتحط في الاوف كانفاس. للمره ما شاء الله يا جماعه الاوف كانفاس الكلاس ده بتحط فيه المحتويات بتاعت القايمه، ما بتحطش فيه حاجه هتظهر في البادي بتاع الصفحه. اقصد انها راح تظهر في البادي بس مش حاجه مش هتكون ظاهره في التصميم. حاجه هتظهر لما يضغط على لما تضغط على الزرار يا جماعه. متفقين؟ تمام. فالكونتنت بتاعي هيتحط فين؟ هيتحط في الاوف كانفاس كونتنت. ممتاز. طيب في البدايه كده انا محتاج ديفيجن كبير، ديفيجن رابط، ديفيجن حاوي للكلام ده كله. هياخد كلاس للدلاله على الوظيفه بتاعته اللي هو هيكون عباره عن تايتل هايفن بار. اول حاجه عملتها اديت كلاس، عملت ديفيجن واديته الكلاس اللي اسمه تايتل بار. ده هيشيل كل اجزاء التايتل بار بتاعي، لان من الواضح ان التايتل بار اللي موجود هنا يا جماعه دي اجزاء يعني. عندك قايمه وعندك كلمه وعندك قايمه من الناحيه الثانيه، هو بيتكون من مجموعه من الحاجات. فعشان كده وجب ان يتحوط بديفيجن علشان نحد العناصر دي في مساحه معينه، عشان نعرف نحط لها البوزيشن المناسب بتاعها، او علشان الفريم ورك يشتغل عليها بشكل مظبوط. طيب بمنتهى البساطه التايتل بار دايت في حد ذاته بيتكون من حاجتين اتنين، بيتكون من اتنين ديفيجن يا جماعه. متفقين؟ طيب ايه الديفيجن اللي بيتكون منهم التايتل بار؟ في الاول تايتل بار ليفت ديفيجن وتايتل بار رايت، يعني هو بيتكون من اتنين ديفيجن. فاحنا دلوقتي هنروح نعمل اتنين ديف على نفس المستوى. وانا هعمل دوبليكيت للكود ده، يعني انا عندي اتنين تايتل بار يا جماعه. الكلاس الاولاني هياخد اسم التايتل بار اللي هو اللي فوق. نفس السيناريو والله، الكلام كله مربوط ببعضه يعني. بنحاول نقول ان العناصر كلها بتحاول تربط بعضها. تايتل بار ده هياخد الكلاس ليفت للدلاله على الجزء الايسر من المساله، والتاني هيبقى تايتل بار وهياخد رايت للدلالة على اني راح اشتغل في الجانب الايمن من الكلاس بتاعي، من التايتل بار بتاعي. متفقين؟ طيب ممتاز وجميل جدا ورائع. طيب انا عملت الكلاسين دول، ايه النتيجه بتاعتي؟ لو انا رحت الموقع بتاعي عملت ريفريش هلاقي اني ادي تايتل بار اهو. تمام، انا حذفت البوتون، ادي التايتل بار. لكن لانه ما فيهوش اي كونتنت ولانه مش مربوط اساسا بالمنيو اللي راح تظهر، فبالتالي انت مش شايف غير الشريط الاسود ده بس. تمام، مع الستايلات ان شاء الله باذن الله هنحاول نكسبه الوظيفه دي. تمام، النقطه الثانيه، لو انا كنت عايز احط زي طيب هو في الاول اللي احنا شفناه ماشي، الجانب اللي احنا شفناه ده كان الزرار ده اللي هو لما بضغط عليه المفروض يوديني او يفتح لي القايمه دي. متفقين؟ فديت فايده الزرار. فايه رايك لو نحاول نحط الزرار ده؟ متفقين؟ والزرار ده عباره عن كود بوتون يا جماعه، ده عباره عن بوتون. ولنفرض انت عايز تحط الزرار بتاعك في الناحيه الشمال
او في الناحيه اليمين او في الناحيتين براحتك، محدش يقدر يقول لك حاجه. طيب ولنفرض انا هنحاول نحط الزرار على الناحيه الشمال في الاول دلوقتي، تمام. فانا محتاج كود اوتو، البوتون ده هياخد مجموعة من الحاجات، أولهم هياخد كلاس، أو هياخد 3 حاجات بالظبط، هياخد كلاس، أوكي؟ الكلاس ده ماشي، بعد منه هياخد تايب، وفي التايب ديت هيكون من نوع بوتون عادي، والخاصية التالتة هياخد، الله يبارك لك يا رب، داتا اللي هي هتكون عبارة عن توجل، صح كده؟ علشان نحاول نربط، نربط الجزء اللي هو كان خاص بالأوف كانفاس اللي من فوق بالجزء الخاص بالكونتنت اللي من تحت. فأنا كنت بستخدم داتا توجل، وعلى سبيل إن الناس جالها بدايل، هم بيقولوا إن أنت عندك حاجتين، إما إنك تكتب داتا توجل ودي جربناها واشتغلت، أو إنك تكتب داتا أوبن ودي ليها نفس الوظيفة أو نفس الدور اللي بتقوم بيه الداتا توجل. الاتنين واحد، يعني الاتنين واحد، أنت فين؟ الكلاس ده يا جماعة هيكون اسمه مميز للدلالة على الحاجة اللي هو هيعملها. فالاسم ده ربما نكون أول مرة شفناه، اللي هو كان عبارة عن منيو ايكون، ده عشان يدي لي القايمة اللي فيها ال3 شرط دول يا جماعة، يعني تمام. خلوني نكمل كده ونخلي التايب بوتون زي ما هو، وفي الداتا اوبن المفروض اني احط الاي دي، فهاخد الاي دي بكوبي واحطه هنا، تمام. يبقى انا كده حججت الربط وحججت الجانب المظهر بتاع الزرار بتاعي. فانا لو رحت وعملت ريفرش للجانب ده الاقي ان الزرار بتاعي ظهر، تمام، وهو مربوط بالمنيو. لو ضغطت هلاقي ان المنيو ديت تبتدي تظهر معايا، ويعني شكلها مع الفيد وتاثيرات الظلال وكده، فهتلاقي ان الامور بقت شكلها اجمل، تمام. ديت جانب. نفس السيناريو انا ممكن اعمله لو انا كنت مثلا نسخت الكلام ده بكوبي، وممكن احطه في الناحيه الثانيه في الجانب اللي هو كان خاص بالجانب الايمن من التايتل بار بتاعي. لو انا عملت كنترول اس، انا يعني بنقول اني خلاص عادي، اوكي. انت عندك برضه على الناحيه اليمين، لو ضغطت عليه هيفتح لك القايمه دي ويداره هو على الناحيه الثانيه، نفس السيناريو لو ضغطت عليه مره ثانيه. ديت الشاهد معايا، تمام. حضرتك حر في الجانب ده، انا هخليه على الجانب الايسر بس، فانا مش عايزه على الناحيه ديت يا شباب، تمام، اوكي. ابتدي اعمل كنترول اس. الجانب الثاني كان خاص به الكلمه اللي كانت موجوده من شويه، الكلمه اللي كانت موجوده في منتصف المساحه، الكلمه بتاعت الفاونديشن. انت ممكن تعمل كنترول في اماكن وجود الكلام كمان باستخدام الخاصيه تايتل بار، تايتل لو انت عايز تكتب تايتل معين. طيب ماشي، ومن المنطقي ان مساله الترتيب ان هو عامل البوتون بعدين الكلمه، فبالتالي هو ادرج البوتون وبعدين راح حط الاسبان الخاص بالتايتل بار كلاس، فاهمني يا جماعه؟ فعشان كده لو انا كنت عايز ادرج الكلمه بعد البوتون، فهبتدي افتح الاسبان. واكتب فيه الكلمة اللي أنا عايزها، ولنفرض مثلا أنا هكتب كلمة فاونديشن، ولنفرض عندي مجموعة من الحاجات اللي هتشغلني على الكلمة دي، أو هو اللي أنا عايزه منها الكلاس بس، والكلاس ده هيخليني تظهر لي الكلمة بتاعتها اسمه تايتل بار تايتل بس مش أكتر. فأنا هاخد القصة اللي هاخد الكلام ده بكوبي واحطه وهايفن، وهكتب انا تايتل. لو انا عملت كنترول اس هلاقي اني ادي النتيجه، ان الكلمه ابتدت تظهر لي على الناحيه دي، وان الجانب ده ابتدى يكون شغال. نفس السيناريو لو انا كنت عايز اعمل نفس الجانب على الناحيه اليمين، انا ممكن اخد الكلام ده، اخد الكلام ده بكوبي واحطه في مثلا الجانب اليمين، ولو انا مثلا قلت له تايتل بار تايتل على نفس السيناريو يمين، ورحت عامل ريفرش الاقي اني ظهرت معايا كلمه هنا وكلمه من هنا. لما بتضغط هنا بتلاقي ان كلمه تانية ابتدت الدائره تطلع بره الفريم ورك، يعني تحس بان المساحه دي الجانب اليمين ده تحس ان هو استخبى شويه او الدائره شويه. فده جانب وده جانب، يعني ربما يكون، او لو حضرتك ناوي تستخدمه بشكل دقيق شويه، يعني بالذات في المواقع العربي، لان الكلام ده ممكن يعمل لك شويه مشاكل في تظبيط الكود بتاعك، تمام. الله المستعان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.